الشوكولاتة، أسعار الشوكولاتة في ارتفاع، أزمات تضرب الصناعة وتهددها، والتوقعات تقول أن حبوب الكاكاو ستصل لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال هذا العام. خلينا نشوف رأي الناس على السوشيال ميديا. I'm certain that as a kid, these were 58 cents at any store you went to. Now, you go to the gas station and buy one of these, they're $52.76. I'm not joking. And the worst part is, they don't even taste the same. This tastes like bar soap. كي قبل ما نروح نشوف رأي الناس، كل محبي الشوكولاتة اجتمعوا في هذه الفقرة. أكيد رحب بزميلين ليث والريان، وأيضا خبيرة التغذية هيا مراد، وضيفنا الخبير الاقتصادي في هذه الفقرة وائل مكارم. يعني قبل ما نبدأ هذه الفقرة، يعني أنا شفت معك شوكولاتة بالضبط. أنا بدي أحاول أقدم لكم شوكولاتة لأنها أسعارها ارتفعت. نعم. فهيك دارك شوكولات أكيد دارك شوكولات. شو رأيك أنت، حطينا أنواع مختلفة من الشوكولا، مين الحليب ولا الدارك شوكولات ولا تفضل خلينا نزمط فيها هلأ، بلكي بعدين مرجعنا نقدر نشتريها. بالضبط، وهذه صراحة الأخبار مزعجة لينا كمحبي للشوكولاتة، ونعتمد عليها صراحة في البهجة والحياة وكل شيء سعيد. ريان طبعا صراحة أكيد بتعرفي أنا ريم يا جماعة، أنا كل يوم بأكل شوكولا، كلنا كل يوم لو لازم مربع شوكولا واحد بكفي. لو حاجة، وحتى خبراء التغذية ينصحوا بذلك، حتى لو إننا بنعمل نظام صحي لازم نأخذ شوكولاتة. ولكن شوكولاتة حتى الداكنة مرتفعة جدا بالكالسيوم وبالحديد وحتى بالألياف. هذه أخبار جيدة، ولكن هناك أخبار سيئة تنتظرنا. ماذا يحدث في الدول المنتجة والمصدرة للشوكولاتة؟ لماذا ترتفع الأسعار؟ هو الكاكاو بالأساس يعني أكثر الدول اللي بتنتجه هو بوست أفريقيا. نعم. فآخر فترة في كتير جفاف، يعني من شهر 9 ب 2022 طلع سعر طن الكاكاو 230%، يعني هذا أعلى مستوى تاريخي، 6666 دولار للطن. ليش؟ لأنه في جفاف، وفي كمان مش بكل سهولة يعني بترجع نحن نقدر نطلع كاكاو. بنفس الوقت في طلب كتير، يعني كل الناس بتاكل شوكولا، عنا خمسة هون بيأكل شوكولا. وكمان صارت يعني فهذا الموضوع عم بيزيد الطلب، ولما يزيد الطلب وما في معروض بيرتفع السعر. بس الخبرية المش حلوة أنه ممكن ضلنا بهيدا الحالة ل 18 غير شهر أو 3 سنين تقريبا بهيدا التايت بالانس. الخوف هو أنه هل الشوكولاتة في طريقها للإنقراض برا وبعيد؟ هلا نحن إذا بتطلع تقريبا 40% من الشوكولات بارز بأمريكا بطلت كلها شوكولات، صار كلها كمان بيتدخلها أكثر. تسمع أوقات أنه دخلوا لنا فليفر جديدة كراميل أو حطوا لنا حتى بابلز فيها. معظم الشركات بتروح على هذه الأمور مش فقط لحتى تعطينا منتج جديد، بس كمان لحتى تخفف الكوست تبعها. يعني هيرشيز خسرت 35% من قيمة السهم من شهر 4 لليوم بس لأنه ارتفع سعر الكاكاو. في عندي سؤال، تفضل. هل الكاكاو إلى موسم ممكن يكون موسم ناجح في كثافة، في كمية كافية من الكاكاو في الحقول حتى يصنع الشوكولا، ولا ما له علاقة؟ صحيح، لأنه هو شوي موسم عادة بشهر، يعني تقريبا شهر 10 من نحن من راتب الإصدارات أو الصادرات دي بتكون. وبشهر 10 هيد السنة كانت مثلا الصادرات أقل 16%، يعني المنتجين ما قدروا يلبوا الشركات اللي بتصنع لنا هذا الشوكولا اللي بدنا ناكله اليوم. فنحن علينا أنه نكون عم نشوف أخف طلب ويبلش يكون في سبلاي أكتر. شكلنا حنخزن شوكولاتة لبعدين. طيب خلينا نشوف رأي الناس، أكيد الناس حيزعلوا لو كانت تختفي الشوكولاتة. وسألناهم لو قلنا لك ستختفي الشوكولاتة ماذا ستفعل؟ خلينا نشوف رأيهم. صراحة عادي، يعني الواحد بيقدر يعيش ويتقبل حياته بدون شوكولاتة، في كتير بدائل عنها. يعني مثلا الواحد بتعود، يعني إذا أصدوا الواحد على الحلاوة في فواكه بتغنينا، في كتير أشياء تغنينا عن الشوكولاتة، فعادي. يعني إحنا الشعوب العربية معروفين أنه التمر هو الغذاء الأساسي منذ الأزل، يعني غذاء كامل. يعني إحنا مش شعوب تبعون شوكولاتة ومش معتمدين على الشوكولاتة، سواء في شوكولاتة ما في شوكولاتة إحنا ما بتفرق معانا.
وفي ناس بحبوا يشربوا القهوة مع حبة شوكولاتة، وفي ناس يمكن تزعل وفي ناس يمكن لا، بس أنا بالنسبة لي عادي ما بزعلش، لأنه الشوكولاتة مش ما أكلهاش كتير، عادية بالنسبة لي. أنا بصراحة بالعادة أصلا مش من محبي الشوكولاتة، بس ممكن حدا يستغني عنها يعني بأشياء صحية أكتر، زي ممكن الفواكه وأشياء يعني بديلة تانية، ممكن شوفان وهاي القصص. أنا زعلت من الناس اللي قالوا عادي نقدر نعيش من غير شوكولاتة، ولكن في ناس زي ما يقدروا يعيشوا من غير شوكولاتة، عشان كده ضروري تكلمينا عن فوائد الشوكولاتة، ولا تقولي إنه ترى ممكن نستبدلها بكده، أعتقد إنه الطعم هذا ما يستبدل. هلا فعلا أول شيء الشوكولاتة غير إنه فيها قيمة غذائية هي منيحة للروح، نحن بنبسط بهجة وسعادة، نحن بهجة وسعادة تماما. بس الشوكولاتة فعلا إذا كل ما كان اللون أغمق الداركر أو السوليد بيكونوا أكثر فيهم، كل ما تكون فائدة أكثر، لأنه بتحتوي على مثل ما قلت الألياف والفيتامينات والمعادن. بس طبعا ما ننسى أنه كل ما كان اللون أغمق كل ما كان الداركر، كل ما يكون فيها كافيين أكثر، فهذا الشيء ممكن يأثر. ومغنيسيوم بتوقع برضه مفيد للمزاج؟ تمام، المغنيسيوم للمزاج وللنوم للعضلات كثير، بتسد النفس، الواحد بخفف اكل كمان. صح، اذا كانت دارك فعلا يعني انت فيك تاكل يمكن لوح كامل اذا كانت ميلك شوكليت او بالحليب، بس الدارك ممكن تاخذ حبه حبتين وتحس حالك باكتفاء. وائل، ايش رح نشوف الفتره القادمه؟ حترتفع الاسعار ولا حيصغر حجم الشوكولاته؟ ما هو هيدي اثنيناتهم رح ترتفع شوي الاسعار، وكمان الشوكليت الاساس الشوكليت رح تكون عم بتخف بالبرودكت. لا هيدي 18 شهر لثلاث سنين لحتى ترجع، لانه عاده السلع هي نستخدمها. فالشيء الوحيد اللي برجع له السعر هو لما يرتفع السعر، لما يرتفع السعر رح يخف شوي الطلب، بنفس الوقت الناس اللي بدهم ينجوا بده يجوا ويزيدوا الانتاج لحتى يربحوا، فهذا الشيء بيسبب بتراجع. فرح طمنك ما رح ينقرض، رح طمنك رح تاكل شوكليت لبعدين. يمكن هلا نزوم شوي بضعفنا شوي، بس بعدين انا حابدا اخزن من الان، يعني خزن كاكاو حابدا من الصحن بتاع الشوكولاته. بس هل ممكن انه انها تستزرع في اماكن اخرى او انه في دول اخرى غير الدول المصدره لها زي غانا وكذا، ولا ممكن هي فقط هذه الدول اللي تستضيف؟ ممكن، بس بتاخذ وقت أكتر، لأنه تريز لحتى تنتج بدها كذا سنة، مش إنه شيء فقط نحن قادرين ننتجه بست شهور أو أكثر. وإن شاء الله ما نروح للجي أم وي اللي هو بيصير عنا شوي جينيتيك موديفيكيشن، فهيدا ساعتها ما بنكون عم ننبسط بالشوكولات مثل ما شفنا بالتقرير. بالضبط، يعني احنا دائما نبحث عن المنتجات اللي تكون عضوية أكثر، وأيضا يكون الإيثكس فيها والأخلاقيات تكون فيها عالية، لأنه احنا نعرف إنه في هذه الدول بتكون دول فقيرة، وأحيانا بيستغلوا المزارعين وما بيعطوا لهم زي ما بيقولوا فير ديلز، يعني إنه عدل في التسوية وفي يعني إعطائهم حقوقهم، فهذا الشيء اللي بنخاف منه كمان، وما نبغى تكون سعادتنا على تعاسة ناس مساكين وناس بيقوموا بهذه الأعمال. كم حبة شوكولاتة أستطيع أن أكل خلال الأسبوع؟ هو حسب، ما فيني أقول لك رقم معين، لأنه حسب شو بتاكلي خلال النهار، يعني ممكن تاكلي حبة شوكولاتة ما بتأثر، بس خمسة بيتزا على العشاء يعني. داخل نظام غذائي صحي، خلينا نقول ممكن نستمتع نحن بحبة يوميا من الدارك شوكولات. ومثل ما قلت كل ما كانت داركر كل ما كانت غامقة أكثر كل ما كان أحسن. أنا بعارضك، أنا أكثر من قطعة واحدة. طب ممكن، بس أنت دارك برضو؟ دارك تعودنا، ومرات باخذ 100% دارك، يعني بتكون كاكاو. كيف بتحس الطعم؟ الطعم أولها كان غريب، بس بعدين الواحد تعود بالضبط. وبتذكر لما صورنا بسلفادور دي بايا بالبرازيل حقول الكاكاو، كنت أول مرة بشرب عصير كاكاو من الشجرة البيض، البذرة الكاكاو بعملوها بعصير يا ريم ويا جماعة بالكوكتيل، فكان شيء رائع. على خبرية هبة ساعتها خلص ما في بقى خوف بالأسعار، لأنه رح يخف الطلب، لأنه كلنا بناكل 10-15 قطعة أو بنخزن. وهذه هي المشكلة. طبعا احنا سعيدين بوجودكم معنا الزملاء ليث والريان، وأيضا ضيوفنا هيا ووائل، شكرا لوجودكم معنا في صباح اليوم. شكرا لكم.